علامة فارقة في تاريخ المرجعية الشيعية، ولعل أبرز مبررات هذا التوصيف هو الالتصاق المباشر بهموم الناس، كل الناس، ومعايشته لآلامهم وآمالهم عن قرب بإخلاص متناه. لم يكن يتصنع ذلك. كيف ذلك وقد قضى أكثر من 50 عاما من عمره الشريف في خدمة عيال الله؟ في هذا السياق تخطر في بالي حادثة عابرة تؤكد مدى الرأفة والرحمة والشفقة التي يعيشها سماحته رضوان الله عليه تجاه مشاكل الناس وهمومهم. يذكر الكاتب العراقي المعروف عادل رؤوف في كتابه الأخير الآلهة البشرية، هذا الكتاب طبع في بداية العام 2010، حادثة ذكرها قبل وفاة سماحة السيد رضوان الله عليه بعدة أشهر، وهي أن مجموعة من العراقيين المهاجرين في لبنان قصدوا الكاتب عادل رؤوف إلى بيته يطلبون منه أن يتوسط عند سماحة السيد رضوان الله عليه كي يخاطب إدارة مستشفى بهنة بشأن ابنهم الذي كان يعالج هناك وقد قضى ميتا، والآن هم يريدون أن ينقلوا جثته إلى العراق، لكن التكاليف الباهظة للعلاج يطول الفترة، التكاليف الباهظة لنقل الجثة إلى العراق أرهقت كاهلهم بحيث لا يستطيعون تحمل ذلك. طبعا قبل أن أكمل، الكاتب ذكر هذه القصة في كتابه من باب التعريض لسماحة السيد، لا يريد أن يمدحه فيها، لكن كثير من القضايا أحيانا يذكرها خصومك يعتقدون أنها سلبية، وهم بذلك ينشرون فضائل، كما سئل عمرو بن العاص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم يجد فيه عيبا فقال إن فيه دعابة، يعني فيه نوع من اللطافة في التعامل مع الناس، وهذا قمة المدح. يقول الكاتب الذي ذكرناه أن هؤلاء لعدم علاقتهم المباشرة واعتبارهم مهاجرين لنا لانتهوا إلى لبنان جاءوا إلي لكي أتوسط معهم عند سماحة السيد من أجل التكاليف التي ذكرتها. كتب رسالة فيها كثير من المشاعر الحزينة أو المعبرة عن حزن العائلة وكثير من المأساة التي يعيشونها وكثير من بيان الحالة المأساوية المتردية المادية لهؤلاء المهاجرين العراقيين، وكيف أنهم بعد هذا العناء الطويل في علاج ابنهم توفي في المستشفى ولم يستطيعوا أن ينقلوه إلى العراق. وأعطى رسالة أحدهم قال له أوصلها إلى سماحة السيد. طبعاً الذي أخذ الرسالة لا يعرف محتواها، يقول ذهب بها عصر وسلمها سماحته رضوان الله تعالى عليه. في المغرب جاء هذا الرجل العراقي إلى الكاتب عادل رؤوف يسأله ماذا كتبت في رسالتك؟ فسأله لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال عندما أعطيته استأذنت على سماحة السيد وأذنوا لي بالدخول وأعطيته الرسالة وقرأها رأيت تأثرا بالغا على وجهه ولم أدري ما فيها وخرجت، وبعد صلاة المغرب قال لي أعضاء المكتب ماذا كتبتم في الرسالة إلى سماحة السيد؟ فسألتهم عن السبب وقالوا أنهم بعد أن قرأها تأثرا بالغا وألمت به أزمة قلبية أدخل على أثرها في المستشفى لأنها رسالة تضمنت آلام شاب عراقي توفي في المستشفى. هذه الروح الكبيرة والقلب الواسع العظيم
لا يعرف إلا أن يمتد إلى أبعد من حدود القبر الذي يعتقد الكثير أنه يمكن أن يضمه لكن اعتقاداتهم خاطئة. الآن مع كلمة لفضيلة السيد مرتضى السندي نستقبله للصلاة على محمد وآل محمد.